من هنا برضو نروح لمنتخبنا الوطني. الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر طبعا بيحاول يعني اكيد يحقق نتائج ايجابيه في الفتره اللي جايه، وطلب من اللجنه الخماسيه انه عايز يلعب مباراه وديه في شهر نوفمبر اللي جاي. حال طبعا موافقه اتحاد الكوره على هذه المباراه، كابتن حسام حسن مع جهازه الفني هيشوفوا يلعبوا مين في فتره اضافيه كمان في شهر نوفمبر اللي جاي. عايز يبقى معسكر طويل زي ما اتكلمنا هنا في البيت الكبير، ان الكابتن حسام قال مش هعمل معسكر في اكتوبر لكن هضم معسكر اكتوبر لنوفمبر تكون الامور اطول وافضل بالنسبه له. طبعا استعداد مباراتي توجو في الجولتين الثالثه والرابعه في تصفيات المؤهله لامم افريقيا بالكامل. كان زي ما احنا عارفين توقف للمنتخب في شهر اكتوبر، من المرجح ان يتم الغائه زي ما قلنا من قبل المنتخب، مقابل زي ما اتكلمنا هياخد المعسكر دوت اللي كان في اكتوبر اسبوع هياخده ويضمه لمعسكر نوفمبر في فتره التوقف في شهر نوفمبر عشان طبعا خد مباراه وديه قبل طبعا او استعدادا لمباراتي توجو. محمد بركات طبعا مدير الفني للمنتخب اكد على ان الجهاز الفني بحث كل الامور المتعلقه بمصلحه المنتخب الوطني عقب طبعا قرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحله اللي جايه، من اجل الوقوف طبعا على انسب الحلول اللي تراعي تحضيراته واستعداداته ومواجهه منتخب توجو في طبعا مباراه الجوله الثالثه والرابعه خلال الاجنده الدوليه في نوفمبر اللي جاي. ده طبعا في مشوار التصفيات المؤهل لكاس الامم الافريقيه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الفتره اللي جايه ونشوف افضل الحلول، وباذن الله يعود المنتخب المصري ليه طبعا انجازاته ومكاسبه ده، لان كمان كابتن حسام وجهازه محتاجين كمان جدا جدا الفتره اللي جايه يكون فيها انتصارات ويكون شكل اداء المنتخب بشكل جيد ان شاء الله. ومحتاجين انه كابتن حسام البدري كمان يعني بتمنى انه يعني يضع ايديه يعني على العناصر المتميزه، العناصر المتميزه دي هي اللي هتخليه يحقق اهدافه وهي اللي هتحقق يعني اسعاد الجماهير. يا كابتن هاني ده حقيقي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن حسام البدري، مهمه مش سهله، مهمه طبعًا. صعبه لكن احنا عندنا كل الثقه في الجهاز الفني والجهاز الاداري لمنتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله.